وللمزيد من المتابعة حول الجهود المصرية المكثفة للتهدئة في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم أهلا بحضرتك. أهلا بك، أهلا وسهلا. أكثر من محور تعمل عليه مصر فيما يتعلق بتطورات الأحداث الحالية، المحور الخاص بمحاولات إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة والجهود المبذولة في هذا الإطار، أيضا المحور الخاص بالاتصالات التي تجريها مصر على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي من أجل محاولة احتواء الموقف ومحاولة الوصول لتهدئة منعا للمزيد من إراقة الدماء، أيضا المحور الخاص بإيضاح للعالم ما يعانيه الشعب الفلسطيني على مدار عقود من صعوبات ومن مشكلات في ظل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث أستاذ أكرم عما تبذله مصر والجهود على مختلف المحاور للتعامل مع الموقف الحالي. والواقع أنه الدولة المصرية ورئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان ومصر لم تتوقف عن سواء تلقي أو إجراء الاتصالات وتوضيح الموقف المصري الواضح من القضية الفلسطينية والذهاب إلى أصل القضية وهي الدولة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية. هذه من جهة. من ناحية المحور الإنساني، مصر حريصة جدا على توصيل المساعدات، وأولا فتحت مطار العريش لتلقي أي معونات دولية أو عربية أو إقليمية. في نفس الوقت ما يقرب من 2000 طن من المساعدات جاهزة، سواء المجتمع الأهلي المصري التحالف الوطني أو الدم من خلال الهلال الأحمر أو المساعدات الإنسانية والطبية. مع حرص كبير كان في لقاء وزير الخارجية الأمريكي، الرئيس أبلغه ضرورة فتح الممرات الإنسانية وإنه معبر رفح لم يغلق من الناحية المصرية، لكن قوات الاحتلال بتضرب الجانب الفلسطيني وبالتالي يجب أن يكون هناك فرصة لإصلاحه لإدخال هذه المساعدات. النهاردة أسفرت ربما هذه الجهود عن كثير من التفاصيل. الرئيس الأمريكي أدلى بتصريحات قال أنه يتواصل مع الجانب المصري والجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات، وأنه كمان بدأت تتراجع لجنة احتلال غزة أو الدخول لغزة، وده كان واضح في تصريحات الرئيس الأمريكي، وأظن ده كان بناء على الموقف المصري الواضح والمحدد في عدم تصفية القضية الفلسطينية، ضمان حقوق الفلسطينيين، وأنه مصر أبناء القوم محدد. وفي نفس الوقت الحقيقة مصر رفعت الطوارئ، وزارة الصحة رفعت الطوارئ في مستشفيات العريش والقناة وكافة المستشفيات في مصر استقبال الأشقاء الجرحى، في حين فتح يعني عند فتح الممرات وفتح الممر من الجهة الفلسطينية يدخل الجرحى كما جرى في العادة ليعالجوا ويعودوا إلى غزة أو بلدهم. وفي نفس الوقت الحقيقة لم تتوقف الاتصالات بمصر أو اتصالات بمصر بالأطراف المختلفة. مصر أعلنت استعدادها لاستضافة مؤتمر موسع لكافة الأطراف لوقف هذا العنف والعدوان والسير في سياق الحل النهائي للقضية الفلسطينية. وفي نفس الوقت يمكن كان آخر كلام كان الرئيس يوجه لي وزيرة الخارجية الفرنسية ضرورة وقف العدوان ومنع الاعتداء على المدنيين، لأنه الضحايا الأغلب هنا من الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام، بجانب الحصار للمياه والكهرباء والاتصالات وغيره، وحتى المستشفيات يتم قصفها حسب تقارير اللي نقلتها القاهرة الإخبارية أو غيره. فاحنا هنا بنتكلم على تفاصيل مهمة جدا لمصر بتتحرك في كافة المحاور، المحور الإنساني لإدخال المساعدات والوصول إلى هدنة عاجلة يتوقع أن تكون خلال ساعات. الأمر الآخر هو إنه الموقف الأمريكي والموقف الغربي أصبح يتطلع يعني ينظر إلى ما طرحته مصر بصفتها مصر طرف شريف، طرف لديه مفاتيح متعددة للقضية، وبالتالي كان هناك شرح مهم للعالم. يمكن لبلينكن كان الرئيس شرح له أصل القضية الفلسطينية وتاريخها بما يعني أن الأمر ليس جديدا وأن الحقوق الفلسطينية ضرورية.
شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.